بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد الترحيب بكم في محاضرات مساق نظريات الاتصال. كنا قد توقفنا المحاضرة الماضية عند بداية الفصل الثالث المعنون أنواع الاتصال ووسائله. طبعا نذهب اليوم للتعرف على أنواع الاتصال ووسائله حسب مجموعة من المعايير والتصنيفات التي ستحدد شكل تقسيمنا إلى هذه الأنواع، وبالتالي سنذهب باتجاه نموذج نقل الرسائل الإعلامية عبر مرحلتين. لكن قبل أن نذهب باتجاه النموذج يجب أن يكون واضح لدينا أنواع الاتصال حتى نستطيع أن نذهب باتجاه دراسة هذا النموذج الذي يعتبر من أهم النماذج التي قدمت في تفسير نظريات الاتصال للواقع الاتصالي أو شكل ومجريات العملية الاتصالية التي تتم ما بين الأفراد والجماعات أو ما بين الأفراد ما بينهما بشكل شخصي. فيما يخص التقسيمات فسنبدأ بالتقسيم من حيث الوسائل المستخدمة. طبعا توجد مجموعة من التقسيمات، أهمها الوسيلة المستخدمة، منها كذلك درجة الرسمية أو حسب الرسمية، منها التقسيم حسب الاتجاه، وكذلك التقسيم حسب درجة التأثير. في البداية التقسيم حسب الوسائل المستخدمة، فسنجد أن أمام هذا التقسيم ينبثق نوعين من الاتصال: الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي. طبعا من اسم هذا الاتصال، الاتصال اللفظي هو المرتبط باللفظ كوسيلة، بمعنى أنه الوسيلة هنا هي وجود اللفظ كوسيلة لهذا الاتصال. طبعا الذي يقوم باستخدام اللفظ هو المرسل في نقل الرسالة إلى المستقبل، لكن هنا نستطيع أن نقول أن اللفظ قد يكون مكتوب أو غير مكتوب، وبالتالي ليس بالضرورة عند حديثنا عن الاتصال اللفظي أن نتحدث فقط عن اتصال مكتوب أو عن اتصال غير مكتوب، وإنما يمكن أن يكون اتصالا لفظيا مكتوبا أو غير مكتوب. وأمثلة ذلك كثيرة، يمكن أن نقول إنه المذكرات، الخطابات، التقارير، الكتب، المحادثات هي عبارة عن اتصالات لفظية مكتوبة وغير مكتوبة. مكتوبة مثلا عندنا المذكرات مكتوبة، عندنا التقارير مكتوبة، عندنا غير مكتوبة كالخطابات، عندنا غير مكتوبة كالندوات وغيره من الأمثلة. وبالتالي الاتصال اللفظي يشترط فيه أن تكون وسيلته اللفظ، لكن قد يكون مكتوب وقد يكون غير مكتوب، وقد قدمنا نماذج لذلك. هذا بالنسبة إلى الاتصال اللفظي الذي يعتبر النوع الأول من التصنيفات حسب الوسيلة المستخدمة. النوع الثاني من الاتصالات حسب الوسيلة المستخدمة هو الاتصال غير اللفظي. الاتصال غير اللفظي، طب ماذا يفرق الاتصال اللفظي عن الاتصال غير اللفظي؟ الاتصال اللفظي، اللفظ هو الوسيلة، الاتصال غير اللفظي الرموز هي الوسيلة. إذن الرموز هنا هي الوسيلة، وبالتالي نحن نستخدم هذه الرموز التي تشير إلى معان، وبالتالي يكون كل رمز نستخدمه يعبر عن معنى، وبالتالي تصل رسالة من المرسل إلى المستقبل. هناك أنواع كثيرة من الرموز التي نستخدمها، منها الصمت مثلا. لغة الصمت هي لغة تحمل مضامين وتقدم معان وتقدم رسائل تصل إلى الجمهور دون أن يكون هناك ألفاظ، وبالتالي نقول أن لغات الصمت هي إحدى الأشكال التي من خلالها نقوم باتصال غير لفظي. طبعا عندنا مجموعة كذلك من التعبيرات التي نستخدمها بالتعبير الحسي، بالتعبير الفسيولوجي، شكل أداء حواسنا، الإيماءات التي نتعامل بها، لغة الجسد التي تظهر علينا والتي يمكن من خلالها أن نقول أن ذلك يعبر وينقل رسائل. وبالتأكيد كلنا نعلم أن الإيماء بالرأس يعني القبول أو الرفض، هذا كله لا يكون في ألفاظ وإنما نحن نمارسه كإيحاءات وكرموز، وبالتالي هذه الإيحاءات والرموز يمكن
أن تقدم، مش يمكن، أكيد تقدم معاني. أيضا الإشارات التي نفسرها ونصل من خلالها إلى معان تؤكد أن هناك رسائل يتم تمريرها بشكل غير لفظي. إذن التقسيم الاتصال حسب الوسيلة المستخدمة، نقول أن هناك حسب الوسيلة المستخدمة هناك اتصال لفظي وهناك اتصال غير لفظي. اللفظي، اللفظ هو الوسيلة، وقد يكون موجودا اتصالا لفظيا مكتوبا وقد يكون لفظيا غير مكتوب. هذا ألف. ب، الاتصال غير اللفظي وهو الذي يستخدم الرمز كوسيلة وليس اللفظ كوسيلة، وقدمنا أمثلة على ذلك. بالانتقال إلى التقسيم الثاني، أنواع الاتصال حسب درجة رسميته، وبالتالي بناء على هذا الاتصال يكون عندنا اتصال رسمي واتصال غير رسمي. طبعا الاتصال الرسمي حسب درجة الرسمية الآن نتحدث، الاتصال الرسمي هو الذي يتم من خلاله نقل وتمرير رسائل اتصالية، تكون هذه الرسائل الاتصالية موجودة ضمن هيكل رسمي. هذا الهيكل الرسمي الذي نجده في المؤسسات، في المنظمات، في الهيئات التي يكون بها مستويات إدارية مختلفة، وبالتالي هذا الاتصال ما بين هذه المستويات الإدارية المختلفة في المؤسسات أو الهيئات والمنظمات والشركات، هذا يعتبر اتصال رسمي. طبعا يعتمد هذا على الخطابات والمذكرات والتقارير التي يتم تمريرها ما بين هذه المستويات المختلفة داخل المؤسسة، لذلك نطلق على هذه الاتصالات بشبكة الاتصالات الرسمية داخل أي جهاز أو أي منظمة أو أي منشأة رسمية، وبذلك تكون قنوات الاتصال ما بين هذه المستويات المختلفة في هذه المؤسسة أو تلك، هذه القنوات تعتبر أدوات اتصال رسمي. هذا هو الاتصال الرسمي. أما الاتصال غير الرسمي وهو الذي يتم التفاعل فيه من خلال طريقة غير رسمية بين العاملين، يعني بيحصل عملية تبادل أفكار، تبادل المعلومات ما بين قطاعات موجودة داخل المؤسسات لكن بشكل غير رسمي. مثلا يمكن أن يكون موظف يعمل في قسم تسويق في شركة معينة والتقى بزميل له يعمل في شركة أخرى في نفس القسم، وحصل بينهم تبادل للمعلومات وتشاور وتدارس حول مجموعة من القضايا التي تخصهم، وبالتالي هذا التشاور وهذا الاتصال نتج عنه وصول طرفي الاتصال إلى معلومات جديدة وإلى تفاصيل جديدة. لكن هذا الاتصال الذي جرى بناء على النقاشات بينهم لا يعبر عن اتصال رسمي لأنه لم يتم عبر القنوات الرسمية، وبالتالي نطلق عليه اتصالا غير رسمي، لكن في النتيجة حصل اتصال وتم تبادل المعلومات لكن دون أن يسير في القنوات والمسارات الرسمية. طبعا هذا هو النوع الثاني، الاتصال من حيث درجة الرسمية، رسمي وغير رسمي. النوع الثالث من الاتصالات هو الاتصال من حيث أنواع الاتصال من حيث الاتجاه، من حيث اتجاه الاتصال. وبناء على هذا التصنيف سنجد أن هناك ثلاث أنواع للاتصال، هناك الاتصال الصاعد، وهناك الاتصال الهابط، وهناك الاتصال الصاعد الهابط. طبعا سنبدأ بالاتصال الهابط. المقصود بالاتصال الهابط أنه يسير من أعلى إلى أسفل، من رأس القمة إلى أصغر الموظفين أو إلى أصغر الكوادر الموجودة ضمن الهياكل التنظيمية، بمعنى أنه عملية الاتصال التي تتم بين الإدارة العليا والإدارة المتوسطة والإدارة الدنيا أو الموظفين في الطبقة الدنيا من المؤسسة، هذه العملية عندما تجري من أعلى إلى أسفل نسميها اتصالا هابطا، بمعنى أنه تتم من الجهات العليا إلى الجهات الأدنى، وبالتالي هذا يسجم مع السلم السلطة داخل المؤسسة، وهذا يكون في الغالب عبارة عن أوامر، توجيهات وقرارات وسياسات عمل. إذن الاتصال الهابط الاتصال الهابط هو الذي يتمثل داخل المؤسسات على هيئة قرارات وأوامر وسياسات عمل وتوجيهات تنقل من الجهات الإدارية العليا إلى الجهات الدنيا أو الوسطى في المؤسسات، وهذا بوضوح المقصود بالاتصال الهابط. فيما يخص
الاتصال الصاعد وهو الاتصال الذي تبدأ عمليات التفاعل فيه من المرؤوسين تجاه الرئيس، يعني من القواعد الدنيا، من الموظفين الكوادر في أدنى المستويات الوظيفية وحتى رأس الهرم في المؤسسة. هذا الارتفاع نسميه اتصالا صاعدا، وبالتالي هذا يكون عبارة في الغالب عن اقتراحات أو بيانات أو شكاوي أو استجابة لطلبات جاءت من الجهات العليا. إذن نحن تحدثنا أنه الاتصال الصاعد هو عبارة عن شكاوى، هو عبارة عن اقتراحات، هو عبارة عن بيانات. يبقى شكوى، اقتراح، بيانات، هذا صاعد. الهابط أوامر، طلبات، سياسات، قرارات، هذا بالنسبة إلى الصاعد وبالنسبة إلى الهابط. لكن بما يخص النوع الثالث حسب الاتجاه هو الصاعد والهابط. والصاعد المقصود بالصاعد والهابط أي أن هناك اتصالا يجمع ما بين الشيئين، وبالتالي نستطيع أنه نقول أنه قبل أن يضع الرؤساء خطة عمل مثلا تصلهم بيانات من المرؤوسين من الطبقات الدنيا في المستويات الوظيفية، تصل هذه البيانات وهذه الاقتراحات من هؤلاء باتجاه الإدارات العليا، والإدارات العليا عندما تضع الخطة المنسجمة مع هذه البيانات تأخذ منحنى الهبوط إلى المستويات تلك مرة أخرى، وبالتالي يصبح لدينا اتصالا صاعدا هابطا، وهذا هو النوع الثالث حسب الاتجاه من أنواع الاتصال. النقطة الرابعة أو التصنيف الرابع هو الاتصال من أنواع الاتصال من حيث درجة التأثير. أنواع الاتصال من حيث درجة التأثير قسمها علماء الاتصال الجماهيري أو علماء الاتصال بشكل عام إلى اتصال الجماهيري، الاتصال الجماهيري عفوا، والاتصال المباشر. وللاطلاع على تفاصيل حول هذا الموضوع سنذهب باتجاه نقاش الاتصال الجماهيري وكذلك الاتصال المباشر. الاتصال الجماهيري أصبح معروفا لدينا أنه هو الاتصال الذي يتم عبر وسيلة اتصال جماهيرية، إذن يتم عبر صحيفة، يتم عبر إذاعة، يتم عبر تلفزيون، حتى نستطيع أن نقول أنه هذا اتصالا جماهيريا. ما يميز هذا الاتصال أنه أكثر تعقيدا من الاتصال المباشر بكثير، لأنه يدخل في إطار إعداده وتجهيزه ويعني تقديمه قبل تقديمه إلى الجمهور، يدخل في عمليات إعداد منظمة تمت بناء على خطط وعلى دراسة الجمهور وعلى دراسة الاحتياجات وعلى دراسة الأساليب والوسائل المنطقية التي تنسجم مع هذه الوسيلة أو تلك. وبالتالي نستطيع أن نقول إنه الاتصال الجماهيري هو أكثر تعقيدا من الاتصال المباشر. طبعا المؤسسات التي تستخدم الاتصال الجماهيري مؤسسات في الغالب مؤسسات كبيرة وتراعي في استخدامها لهذه الوسائل أن تصل إلى قطاعات وجمهور كبير، وعليه نستطيع أن نقول إنه مؤسسات الاتصال هنا يعني تعمل حتى وإن كان هذا الاتصال يتم إعداده من أفراد، لكن يمكن أن تكون المؤسسات بمجملها قائم بالاتصال على اعتبار أنها تعد عملية الاتصال بشكل مشترك وبشكل كامل. وبالتالي عملية الاتصال الجماهيري التي تعودنا على خطواتها في وسائل الإعلام وفي وكالات الأنباء، يعني مثلا نحن في وكالات الأنباء عندما نقوم بعملية تصدير أي رسالة يتم تمرير هذه الرسالة بمجموعة من الخطوات المتتابعة، بمعنى أنه يكون هناك وضع لكود لهذه الرسائل وتفسيرها وإعادة بلورة هذه الأكواد وإعادة نشرها في الصحف ومن ثم طباعتها ومن ثم توزيعها. إذن نحن نتحدث عن سلسلة من الخطوات التي تتم عبر المؤسسات الإعلامية مثلا وكالات الأنباء في تمرير رسائل عبر المؤسسات الاتصال الجماهيري. وبالتالي عندما نقول أنه يتم اتصال ما بين الأفراد
هذا يختلف، الاتصال المباشر يختلف بشكل كامل عن الاتصال الجماهيري. أيضا المؤسسات الإعلامية التي تقوم بالاتصال الجماهيري لا تعتمد على فرد واحد وإنما على مجموعة من الأفراد، وأطلقنا عليهم اسم القائم بالاتصال وليس على جهة واحدة، وهذا كنا أشرنا إليه سابقا، بمعنى أنه لا نستطيع أن نقول أنه المحرر هو القائم بالاتصال أو المذيع هو القائم بالاتصال أو المندوب والمراسل هو القائم بالاتصال، وإنما كل هذه الجهات داخل المؤسسات الإعلامية نشير إليها باعتبارهم قائما بالاتصال، لأن هذا الجهد هو جهد جماعي تم داخل المؤسسات الإعلامية والمراسلين والمحررين والمندوبين والمخرجين والمترجمين، كلهم بمجموعهم قاموا بجهد جماعي أطلق عليهم في النهاية أنهم قائمين بالاتصال. طبعا بعد أن يتم إعداد رسالة اتصالية من قبل هذه الفرق أو هذا الفريق المتكامل، يتم تصدير مجموعة كبيرة من النسخ أو من عمليات البث الجماعية التي تصل إلى قطاعات كبيرة، وبالتالي يكون هناك جمهور واسع تصل إليه هذه الرسائل. لكن أهم نقطة هنا ونحن نشير إلى عملية إعداد الاتصال الجماهيري، إلى أننا في إعدادنا لهذا الاتصال، لهذا النوع من الاتصال، نفقد كثيرا من قراءتنا لرجع الصدى الذي يعقب عملية الاتصال بالجمهور، وهذا يكون واضح إذا ما قارناه بعملية الاتصال المباشر التي يتضح فيها رجع الصدى بشكل كبير، خصوصا وأنه المرسل والمستقبل يكونون يعني في حالة وجها لوجه، وبالتالي قراءة رجع الصدى تكون أسرع، تكون أدق، تكون لها يعني قدرة عالية على الاستحضار لدى الجهتين الأساسيتين المرسل والمستقبل، وبالتالي عندما يجري عملية اتصال مباشر ما بين شخصين نستطيع أن نقول إنه المرسل يستقبل أولى مظاهر رجع الصدى عبر الرموز والإيحاءات ولغة الجسد التي يمكن الوصول لها من الطرف المستقبل بشكل فوري، سواء كان هذا الرد عبارة عن هزل الرأس أو عن غضب وانفعال، وبالتالي يمكن قراءة رجع الصدى بشكل سريع. لكن إذا كانت هذه الرسالة الاتصالية تتم عبر الصحيفة أو عبر التلفزيون أو عبر الإذاعة، سنجد من الصعوبة بمكان أن نحدد شكل رجع الصدى الذي ترتب على عملية الاتصال ما بين المرسل والمستقبل، وبالتالي سنجد أن ظهور رجع الصدى سيكون يعني أكثر وضوح في الاتصال الشخصي. أيضا اختيار مضمون وسائل الاتصال الجماهيري يكون أكثر صعوبة من اختيار المضمون عندما تتم عملية الاتصال بشكل مباشر، خصوصا وإنه كنا أشرنا إلى أن عملية الاتصال عبر البيئة الاتصالية الجماهيرية تحتاج إلى فرق من العمل تختلف أنواعهم، لكن في الآخر سنشير لهم باعتبارهم قائمين بالاتصال، وبالتالي عملية إعداد المضمون في الاتصال الجماهيري تكون أكثر صعوبة. طبعا عدا عن أنه هناك صعوبة في إعداد هذا المضمون، المساحة التي تخصص تكون محدودة وتكون معلومة بشكل محدد ومعد سلفا، وهذا أيضا جزء من الصعوبة التي تواجه عملية الاتصال الجماهيري. كذلك هنا يجب أن نستحضر الضغوط والظروف الاجتماعية التي تحيط بعملية الاتصال، لأنه وصول الرسائل الإعلامية من أدوات الاتصال الجماهيري يعني مرتبطة بمدى قبول المجتمع للأفكار التي يمكن أن تطرح عبر وسائل الإعلام الجماهيري، وبالتالي ستكون ردة الفعل مرتبطة ب قدرة هذه الرسائل على الانسجام مع البيئة الاجتماعية التي يتم ضخ وبث الرسائل الاتصالية فيها، وبالتالي هذا يؤكد أن هناك مزيد من التعقيد في إجراء عمليات اتصال عبر البيئة الجماهيرية. كذلك من المهم أن نشير إلى أن جمهور وسائل الاتصال الجماهيري الذي يتلقى
الرسائل من وسائل الإعلام الجماهيري أو وسائل الاتصال الجماهيري، الصلة ما بين هذا الجمهور صلة بسيطة، بمعنى أنه عندما تبث إحدى الفضائيات أو إحدى محطات التلفزة رسالة عبر التلفزيون على اعتبار أنه وسيلة اتصال جماهيري، تبث هذه الرسالة إلى جماهير أو إلى قطاعات واسعة من الجمهور. هنا هذا الجمهور، العلاقة ما بين الجمهور وما بينه وما بين بعضه تكون علاقة بسيطة إن لم تكن يعني إن كانت موجودة أصلا، وبالتالي في الاتصال المباشر علاقة الجمهور تكون أكثر قوة وأكثر وجودا، وبالتالي هذا اختلاف كبير في جمهور وسائل الاتصال الجماهيري وجمهور الاتصال المباشر. وبالتالي عندما نقول أن هناك قارئ يقرأ مثلا افتتاحية صحيفة الأيام الفلسطينية هنا في غزة وآخر يقرأها في جنين، هؤلاء الاثنين هم جمهور لوسيلة اتصال جماهيري، لكن ما شكل العلاقة ما بين هؤلاء بتقديري؟ هذه الإجابة هنا هي التي تحدد أن الجمهور علاقته مع بعضه بسيطة، وهذا عكس الاتصال المباشر. طبعا هذا يقودنا إلى أن نقول أنه هناك مجموعة من الملاحظات حول الاتصال الجماهيري والتي تجعلنا يعني نحدد شكل العلاقة ما بين الاتصال الجماهيري والاتصال المباشر، لكن بالتأسيس على نقاشنا الاتصال الجماهيري يجب أن يكون واضح لدينا مجموعة من الملاحظات. الاتصال الجماهيري هو اتصال منظم ومدروس ويقوم على إرسال رسالة علنية وعامة وصادرة عن مؤسسة اتصال جماهيري. خلاص، يبقى إحنا الآن هذه أول ملاحظة، هو اتصال منظم بمعنى أنه يتم عملية إعداده بشكل مسبق، مدروس يعني تم دراسة الوسيلة المستخدمة والجمهور المستخدم، خصائصه، هل تتلائم الرسالة معه أم لا تتلائم. هذه الرسالة تنقل بشكل علني، أي بمعنى أنه يتم تمريرها لأنها تصل إلى قطاعات كبيرة، لا تتم عبر أدوات سرية، وإنما تكون الحالة أو الصفة العلنية هي سمة أساسية في هذه العملية الاتصالية. وأيضا تتم هذه الرسالة نقلها يتم عبر مؤسسة اتصال جماهيري وتصل إلى قطاعات كبيرة من الجمهور. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هناك ضخامة في الجماهير، هناك عدد كبير من الجماهير، وبالتالي الرسالة التي تصل إلى هذا العدد الكبير من الجمهور هي رسالة مؤثرة، وبالتالي تسبب هذه الرسالة تأثير في الجمهور، والتأثير يأخذ مرحلتين، المرحلة الأولى تأثير في الأفكار، المرحلة الثانية التي تعقب القناعات والتغيير في الأفكار هي التأثير في السلوك، وبالتالي يكون هناك سلوك مترتب على التعرض إلى الرسائل التي يتم نقلها عبر أدوات الاتصال الجماهيري. من سلبيات الاتصال الجماهيري انخفاض رجع الصدى في عمليات الاتصال الجماهيري، لأنه الاتصال عبر أدوات الاتصال الجماهيري يكون بشكل كبير أحادي الاتجاه، وبالتالي يكون الجمهور متلقي، وبالتالي يكون الجمهور متلقي. سنذهب باتجاه نقاش خصائص الاتصال الجماهيري وسماته، خصائص الاتصال الجماهيري وسماته. الخاصية الأولى أن الجمهور المتلقي لرسائل الاتصال الجماهيري هو ذا حجم ضخم، بمعنى أنه من يتلقى الرسائل عبر وسائل الاتصال الجماهيري هذا الجمهور يكون جمهور كبير، وبالتالي لا يكون هناك تجانس في القدرة، في المعرفة، في الأفكار، في الميول، وحتى في الذوق، وبالتالي سيتكون لدينا جمهور كبير، لكن هذا الجمهور لا يوجد تجانس ما بينه في أفكاره وميوله وقناعاته وثقافته وكذلك حتى أذواقه. هذه النقطة الأولى، هذه الخاصية الأولى للاتصال الجماهيري. الخاصية الثانية أن المرسل لا يرى الجمهور بشكل مباشر، وإنما تكون علاقة الجمهور بالمرسل عبر وسيط اتصال جماهيري، عبر أداة اتصال جماهيري، عبر مؤسسة اتصال جماهيري. طبعا هذا عندما نقول أنه المرسل لا يرى الجمهور مباشرة، أيضا نقول أنه لا يسمع من الجمهور إلا بشكل محدود، لأنه وسائل اتصال جماهيري فتحت مجال
بشكل أو بآخر لنقل رجع الصدى، لكنها تكون بطيئة، تكون محدودة. مثلا الصحف هناك باب اللي هو بريد القراء مثلا، تنقل رسائل الجمهور إلى القائمين بالاتصال في الصحف. في الإذاعة نجد أن هناك نوع من الاتصالات المباشرة التي تنقل رد فعل الجمهور تجاه بعض القضايا، ويتم استماع إلى الجمهور بشكل مباشر عبر الاتصالات الهاتفية أو غيره من الأدوات التكنولوجية الحديثة التي استفادت منها وسائل الإذاعة والتلفزة. هذا بالنسبة إلى الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة أن الاتصال الجماهيري رجع الصدى فيه مقارنة بالاتصال المباشر هي قليلة وقليلة نسبيا، وبالتالي نستطيع أن نحسم هذه المسألة أن رجع الصدى في أدوات الاتصال الجماهيري بالنسبة إلى الاتصال المباشر هي قليلة. يغلب النقطة الرابعة، يغلب على الاتصال الجماهيري أنه اتصال أحادي الاتجاه. ماذا نقصد باتصال أحادي الاتجاه؟ أي بمعنى أنه تنتقل عملية الرسائل باتجاه واحد من المرسل إلى المتلقي. هذا هو الخاصية الرابعة. الخاصية الخامسة، تتصف الرسائل التي تنقل عبر أدوات الاتصال الجماهيري بأنها رسائل عامة، رسائل علنية، وتصل إلى جميع الناس في وقت يعني حيث تم التخطيط إلى الوقت الذي تصل فيه هذه الرسائل إلى الجمهور الذي يتعرض لها. وبالتالي هناك تحديد مسبق للدورية في الصحيفة، الإذاعة هناك قطاعات تسمع في ذات الوقت إلى الرسالة التي تنقل عبر الأثير، وكذلك في محطات التلفزة. النقطة السادسة، تتصف الرسائل المرسلة في الاتصال الجماهيري بأنها عابرة، بمعنى أنه سرعان ما يعني ما تزول الرسائل المرسلة عبر الراديو والتلفزيون مباشرة، لا تأخذ وقت في البقاء وإنما تنتهي بمجرد عرضها، في حين أنه نجد أن هناك نوع من الخصوصية والامتياز للصحف المطبوعة التي نجد أنه يمكن أرشفتها والحفاظ على نسخ منها، وبالتالي يمكن تسجيل بعض الرسائل أو الرسالة الاتصالية التي تمر عبر الصحف يمكن تسجيلها. الملاحظة السابعة والخاصية السابعة، أن وسائل الاتصال الجماهيري تتيح المجال لنشرها بشكل كبير وبأعداد كبيرة، طبعا حسب الواقع التكنولوجي المستخدم أو حسب الأداة التكنولوجية المستخدمة. الخاصية الثامنة، أن منشأ هذه الرسالة في الغالب هي مؤسسات كبيرة، بمعنى أنه مؤسسات الاتصال الجماهيري لا تكون تعمل بمستوى فردي وإنما تعمل بمستوى مؤسساتي، وفي غالب الأمر أن هذه المؤسسات تكون ذات حجم كبير وذات نطاق إداري كبير. النقطة التاسعة من الخصائص، أنه الاتصال الجماهيري لا يتم بشكل غير عشوائي وإنما يتم بشكل مدروس وبشكل مخطط له، ويكون قد أعد الرسائل التي تم تنظيم بثها عبر وسائل الاتصال الجماهيري عبر مختصين يدركون قيمة الرسائل التي يتم إعدادها وحجمها والوزن الذي تصل له بما يتناسب مع الجمهور الذي يتلقى هذه الرسائل. النقطة العاشرة، يوجد أكبر تركيز لوسائل الاتصال الجماهيري في الدول المتقدمة. يوجد أكبر تركيز لوسائل الاتصال الجماهيري في الدول الصناعية المتقدمة، وهذا أصبح واقع بحكم أن هذه الدول هي التي تمتلك صناعة التكنولوجيا، هي التي تمتلك القدرة على إنشاء هذه المؤسسات المتقدمة والتي تحتاج إلى أدوات تكنولوجية، وبالتالي لذلك نجد أن من خصائص هذه القنوات أو من خصائص الاتصال الجماهيري أنه أغلبها موجود في الدول الصناعية المتقدمة. حتى داخل الدول الصناعية المتقدمة، هذه النقطة التالية للخصية رقم 11، أنه يوجد أكبر تركيز لوسائل الاتصال الجماهيري لدى الطبقات الاجتماعية الأكثر حظوة وامتيازا، بمعنى أنه من يمتلك هذه الأدوات الاتصالية الجماهيرية داخل المجتمع هم الأكثر حظوة والذين يعني يمتلكون امتيازات ومستوى اجتماعي واقتصادي متقدم داخل تلك الدول. النقطة
رغم 12 في خصائص الاتصال الجماهيري وسماته بأنه تؤثر معرفة القراءة والكتابة في الاستخدام الفعال لوسائل الاتصال الجماهيرية المطبوعة، وهذا واضح لدينا الآن، خصوصا أنه من يستخدم وسائل الاتصال الجماهيرية المطبوعة يحتاج إلى أن يكون يقرأ ويكتب، وبالتالي تكون هذه الوسيلة المطبوعة ذات الاتصال الجماهيري تكون مرتبطة بمعدلات بارتفاع معدلات الثقافة والتعليم وانخفاض مستويات الأمية والجهل داخل هذه الدول، بالإضافة إلى كذلك يعني حاجة إلى أن ندرك إنه التلفزيون والإذاعة والصحيفة هي تحتاج إلى إمكانيات اقتصادية سواء على مستوى التأسيس أو على حتى على مستوى امتلاك الأفراد لتلك الوسائل. النقطة 13 من الخصائص، يؤثر التلفزيون، وهذا الترتيب نحتاج إلى أن ندركه بشكل واضح، يؤثر التلفزيون في الأفراد في الدول النامية، حيث أنه يأتي في الترتيب الأول بين وسائل الاتصال الجماهيري، يأتي بعد التلفزيون الراديو في المرتبة الثانية، يأتي بعد الراديو الصحف، لاحقا نجد أنه هناك الأفلام والكتب في مراتب تلي الصحف. إذن الترتيب للدول النامية من حجم انتشار متابعة وسائل الاتصال الجماهيري، سنجد في المقدمة التلفزيون، من ثم الراديو، من ثم الصحف، من ثم الكتب والأفلام وغيره من وسائل الاتصال الجماهيرية. إذن هذا التعبير، هذا الترتيب يعني يستدعي منا أن نفكر في لماذا جاءت هذه النسب بهذا الترتيب، خصوصا وأنه نحن نتحدث عن الدول النامية. الدول النامية هي التي يعني تجد في محطات التلفزة التي تقدم صورة وصوت إمكانية لاستحضارها بشكل أكبر، خصوصا وأنه لسنا بحاجة إلى أن يكون هناك مستوى ثقافي معين أو هناك قدرة على القراءة والكتابة، بالإضافة إلى أنه وجود صورة يدعم التوجهات لدى أفراد الدول النامية الذين يجدون صعوبة في تصديق ما يصل إليهم من الرسائل المطبوعة أو المسموعة، على اعتبار أن هناك دليلا موثوقا يتم بثه عبر التلفزيون أو محطات التلفزة، وبالتالي تكون قدرة التلفزيون على التأثير في الجمهور في الدول النامية أكثر منه في الدول المتحضرة، وبالتالي نجد أن هذا الترتيب يأتي كما تحدثنا، تلفزيون، إذاعة، صحف، ومن ثم أفلام وكتب. النقطة 14 في خصائص الاتصال الجماهيري، أنه يرتبط ازدياد استخدام قنوات الاتصال الجماهيري ارتباطا وثيقا بانتشار التعليم، وهذه مسألة أصبحت واضحة. النقطة 15، يتجه الشخص الذي يمتلك وسيلة إعلام جماهيرية إلى استخدام وسائل إعلام جماهيرية بدرجة عالية أيضا، وهذا يحتاج إلى نوع من التوضيح. من يتابع وسيلة اتصال جماهيرية بشكل عالي سنجده لا يعتمد فقط على وسيلة اتصال جماهيرية واحدة، وإنما يعتمد على وسائل اتصالية أخرى، وهذا بحكم الأبحاث أصبحت نتيجة واضحة، ويعني نستطيع أن نحسم شأنها، كون أنه من يرتبط بقنوات الاتصال الجماهيري سنجده لا يعتمد على مصدر واحد من هذه القنوات سواء المطبوعة أو المسموعة والمرئية. النقطة 16، يزداد استخدام الوسائل الإعلامية الجماهيرية كلما ازداد السن، يعني كل ما ارتفع سن الشخص سنجد أن هناك ارتفاع في معدل متابعته أو استخدامه لوسائل الاتصال الجماهيري، لكن هذا حتى مستوى أواسط العمر، في حين أنه في هناك بعض الاستثناءات كالتردد على السينما، وهناك مؤشرات تقول أنه لغاية 20 ومن ثم يكون هناك تراجع. إذن فيما يخص أدوات الاتصال الجماهيري لغاية وصول أواسط العمر، نجد أن هناك كلما ازداد السن كلما كان هناك متابعة لوسائل الاتصال الجماهيري. النقطة 17 في خصائص الاتصال الجماهيري، أنه سكان المدن أكثر حرصا وأكثر متابعة وأكثر إقبالا على وسائل الاتصال الجماهيري من سكان القرى وسكان الريف، وهذه أيضا ترتبط بالنقاط الأولى التي أشرنا إليها، أنه كذلك
حتى داخل أو ما بين الدول نجد أن الدول الصناعية المتقدمة هي الأكثر حظوة في استخدام وفي انتشار أدوات الاتصال الجماهيري. هنا داخل ذات الدول المدن هي الأكثر حضور وانتشار لوسائل الاتصال الجماهيري، منها في الريف والمناطق القروية. النقطة الأخيرة من خصائص الاتصال الجماهيري، توجد عوامل تؤثر في فعالية الاتصال، وهي عوامل انتقائية كالتعرض الانتقائي أو الإدراك الانتقائي أو التذكر الانتقائي والاستجابة الانتقائية. هذه مجموعة من عوامل انتقائية تؤثر بشكل مباشر في فعالية الاتصال الجماهيري. طبعا هنا ننتهي من الاتصال الجماهيري بشكل كامل، خصوصا وأنه إحنا قلنا سنناقش أنواع الاتصال حسب الاتجاه، حسب درجة التأثير، اتصال جماهيري واتصال مباشر. كل نقاشنا جرى الآن حول الاتصال الجماهيري، نبدأ المحاضرة القادمة بحديثنا عن الاتصال المباشر. إذن نحن نكون هنا قد أنهينا هذا الجزء من الاتصال الجماهيري. آمل أن تكون المحاضرة يعني قد وصلت إليكم بشكل ميسر، لكن إن كان هناك أي استفسارات أو أسئلة إن شاء الله نناقشها في محاضرة الزوم القادمة. في نهاية المحاضرة أتمنى لكم ولذويكم السلامة التامة، وإن شاء الله نلتقي بكم في التعليم الوجاهي قريبا داخل حرم الجامعة كل التقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.